يلا يلا داش قاعد يلا شو الاسعار سياحيه؟ قومي قومي خليها على الله يلا عملت لابس شورت بفكروك سايح يلا يلا مش. طيب الاولاد جوعانين خليهم ياكلوا شو بدكم تاكلوا؟ سمك سمك يا حبيبي ما للبلد هال بيجيبوا السمك من عمان واهل عمان بيجيبوا السمك من برا يلا يلا طيب الاولاد شو ياكلوا؟ بشتري لهم سندويشة فلافل فكرك قدرتنا نقعد بمطعم بده راتب شهرين يلا قوموا يابا يلا زموا الاغراض يلا يابا دخيل الله احنا يا عمي شغل سياحة احنا يا عمي شو صار معك؟ شو صار معي؟ مشان اخذ له غرفة انستر فيها انا والولاد من هالشوب بدهم بقر الجحا دخيل الله يا عمي خلينا مرميين في دورنا شو بدنا بهالسياحة احنا؟ طيب خلص خلص اتعصب خلينا ناخذ الولاد على الشط شوي انت هاي الهامش بس الشط شو هذا؟ نهبه دخيل الله